بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم عجل لوليك الفرج. أيامكم سعيدة بولادة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ونسأل الله سبحانه وتعالى تعجيل الفرج لمولانا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام، لتحقيق جميع أهداف النبي صلى الله عليه وآله من بعثته وولادته الشريفة. دعاء أجره عظيم، كما أورد العلامة آية الله الشيخ محمد علي الشاه آبادي عن النبي صلى الله عليه وآله، دعاء أجره عظيم ويقضي الحوائج خلال ليلة واحدة، وهي من أدعية النبي صلى الله عليه وآله. الدعاء هو أن تقرأه بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العشاء أو قبل صلاة المغرب، الأمر راجع إليك. الدعاء هو، طبعا سأقرأ الدعاء لمن لا يحسن قراءة الأدعية من رجال كبار في السن أو امرأة لا تحسن القراءة لكي تردده ورائي، أما الأخوة والأخوات البقية فيمكنهم أن يأخذوا عبارة من الدعاء ثم بعد ذلك يكتبونها على الإنترنت ويجدون الدعاء إن شاء الله تعالى، وسنعطي المصدر. الدعاء هو بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إني أسألك يا من احتجب بشعاع نوره عن نواظر خلقه، يا من تسربل بالجلال والعظمة واشتهر بالتجبر في قدسه، يا من تعالى بالجلال والكبرياء في تفرد مجده، يا من انقادت الأمور بأزمتها طوعا لأمره، يا من قامت السماوات والأراضون مجيبات لدعوته، يا من زين السماء بالنجوم الطالعة وجعلها هادية لخلقه، يا من أنار القمر المنير في سواد الليل المظلم بلطفه، يا من أنار الشمس المنيرة وجعلها معاشا لخلقه، وجعلها مفرقة بين الليل والنهار بعظمته، يا من استوجب الشكر بنشر سحائب نعمه، أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو أثبته في قلوب الصافين الحافين حول عرشك، فتراجعت القلوب إلى الصدور عن البيان بإخلاص الوحدانية وتحقيق الفردانية مقرة لك بالعبودية، وفي رواية مقرة لك بالمعبودية، وإنك أنت الله، أنت الله، أنت الله، لا إله إلا أنت، وأسألك بالأسماء التي تجليت بها للكليم على الجبل العظيم، فلما بدا شعاع نور الحجب من بهاء العظمة خرت الجبال متدكدكة لعظمتك وجلالك وهيبتك وخوفا من سطوتك راهبة منك، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، فلا إله إلا أنت، وأسألك باسمك الذي فتقت به رتق عظيم جفون عيون الناظرين، الذي به تدبير حكمتك وشواهد حجج أنبيائك يعرفونك بفطن القلوب، وأنت في غوامض مسرات سريرات الغيوب، أسألك بعزة ذلك الاسم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصرف عني وعن أهل خزانتي وجميع المؤمنين والمؤمنات جميع الآفات والعاهات والأعراض والأمراض والخطايا والذنوب والشك والشرك والكفر والشقاق والنفاق والضلالة والجهل والمقت والغضب والمقت والغضب والعسر والضيق وفساد الضمير وحلول النقمة وشماتة الأعداء وغلبة الرجال، إنك سميع الدعاء لطيف لما تشاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الدعاء أورده كذلك أو ورد في كتاب مهج
الدعوات ومنهج العبادات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقراءته إن شاء الله تعالى في هذه الليلة وفي يوم غد إن شاء الله، خصوصا في ولادة النبي صلى الله عليه وآله، يوم قد فتح الله سبحانه وتعالى فيه جميع أبواب الاستجابة. برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.